122 والله 123، يعني الرقمين هذو 22 والله 33، هاد المركبات هذو صدر قرار في شأنهم. كاين قرار وزاري باش نحدوا سنة السير تاع المركبة، ما تقعدش مجهولة. مثلا السيارة تاعك كيما راهي ما على بالناش السنة اللي وضعت فيها للسير. تطبيقا للقرار الوزاري المؤرخ في 24 ديسمبر 2022 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 5 ماي 1988 المحدد للقواعد الإدارية المتعلقة بترقيم تسجيل المركبات، نظمت مصالح أمن ولاية ورقلة بالتنسيق مع الشريك الأمني الدرك الوطني حملة تحسيسية بهدف شرح وتبسيط مضمون هذا القرار لكافة مستعملي الطريق على العموم وأصحاب هذا النوع من المركبات خاصة، والناصي يعني خصوصا على استبدال رقم المركبات التي تحمل الرقمين 22 و33 مع تحديد سنة أول وضع للمركبة للسير.